ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى والطعم جديد. معانا كرامبل التفاح مع بعض، هنعمله بالسكر والليمون مع القرفة. مقاديره على الشاشة. دي تفاح أخضر، ويفضل يكون أخضر عشان المزازة والحموضة اللي موجودة فيه أنا عايزها. بعدلها بالسكر وبتبقى معانا لطيفة وجميلة. ومعانا زبدة. الطريقة بسيطة وسهلة، تقدروا تعمليها المبتدئين في المطبخ ولكن على طريقة المغازي. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة بحط الطاسة على النار. بحط في الطاسة دي يا عم الشيف شوية سكر. نعم يا غالي. نبص عليها، ما نبصش ليه؟ احنا عاملين حاجة حلوة. عايزين نشوف الكفتة اللي حطيناها في الفرن. طريقة جديدة. لا الفحم هنا ملوش مكان بينا. بص عليها. مش حرمك من حاجة. دلعها. بص عليها. دي في أرضية الفرن. لسه هتترفع التاني في نص الفرن عشان تاخد وش الإحمرار. إيه الحلاوة؟ إيه الجمال ده؟ الهرم الغذائي داخل الفرن. في صورة الكب كيك. حلو الكلام؟ الله الله على الصورة الحلوة. شكرا لكل فريق العمل. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل التفاح إزاي. السكر على النار بيتكرمل. هنسيبه ننساه شوية. وعلى السكر يتكرمل إحنا مع التفاح بتاعنا الجميل الحلو ده كده. التقطيعة دي مهمة. أنا بحب التفاح بقى الأخضر بالقشرة بتاعته للأمانة، يعني القشرة غنية بالألياف. حلو. زي ما هو كده التقطيعة. ولما تشتري التفاح جيب التفاحات الصغيرة الحلوة دي كده، بيبقى طعمها مسكر ولطيف خاصة في الأخضر. حلو. عندنا الولاد الصغيرين الكبار عارفين القيمة الغذائية بتاعت التفاح وعارفين الفايدة بتاعته، عشان كده يعني على طول بناكل مفيش أي مشكلة. ولكن حبيبي يا درش، ولكن التفاح بالحموضة اللي فيه مهم جدا إن احنا نستفيد بيه، فاحنا نعمله للأولاد في صورة الكب كيك، في صورة البان كيك، في صورة الكرامبل اللي بعمله دلوقتي. هيبقى لطيف وحلو وحاجة سهلة كده للمبتدئين في المطبخ. والعود النعناع مش هزعله. كل دول مع بعض يا شيف، كل دول. حلو. وعندنا السكر بيتكرمل على النار. اللهم صل على النبي. وصلنا لفين مع السكر ده؟ ما يتقلبش كتير كده، عايزين نشوف علامة الكرملة واحنا شغالين. وهو بيتكرمل بنحط مكعبين من الزبدة على السكر. نحط الفانيليا على السكر. شم ريحة حلوة بقى دلوقتي، هي دي الريحة اللي انا بدور عليها. فانيليا، زبدة، سكر على النار ويتكرمل. خطوة خطوة. الله على اللون، الله على اللون، والله على المدرسة. لسه ما خلصتش أنا، أصبر على رزقك. نقلب السكر، خد لون الكرملة، طعم الزبدة فيه، طعم الفانيليا فيه، المدرسة المغازية هنا تبدع. قلب قلب، لسه ما خلصتش. بشرة ليمون، الله، هو ده راح في حتة تانية يا شيف. إيه ده؟ ده مش كراميل ده. لسه ما خلصتش انا. شم الريحه، استمتع انا بقى كده قبل ما انزل بالتفاح. فانيليا مع ليمون مع سكر مع زبده، الموضوع شيق. ناخد التفاح بتاعنا بالعود النعناع في قلبه. اللهم صل على النبي. ونحطهم على النار يا عم الشيف كده بالشكل ده كده، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. قليل من الماء وليكن ربع كوب صغير كده بس، خلاص. ونغطي الحلة بتاعتنا ونسيبها شوية هسة. مع السلامة. نجهز الكفر بتاعنا. ايه الكفر يا عم الشيف؟ دي حلو قوي، رشة ملح صغيرة على الدقيق. معانا زبدة. اللهم صل على النبي. بالشكل ده كده. معانا قليل من الحليب. معانا شوية سكر صغيرين بس. بحفنة ايدي كده. ونقلب دول كلهم مع بعض. اللهم صل على النبي. تاني اهو. زبدة، دقيق، معلقتين من الحليب، رشة ملح صغيرة، والزبده كده. وامسك السكر وامسك الدقيق اعمله زي الكسكسي او زي المبروم، افلفله
تخلي الزبده كده ايه عاشق ومعشوق مع الدقيق مع الحليب كله مع بعض. انا مستني التفاح يتكرمل، مستني التفاح يتدلع مع الخبره الطهويه اللي هي نص كوب من السكر، هسه خدت الاحمرار، نزلت بالزبده، نزلت بالفانيليا، نزلت ببشره الايه الليمون. حلو، نقلب كده مع بعض خطوه خطوه. زي ما انا شغال كده واحده واحده. تبني اقلب كده لغايه لما الدقيق ما يبقاش له اثر، يدوب مع الزبده والحليب. انا مش بعمل عجينه. فكره عمل الكسكسي. الله. دي مهمه جدا على فكره الخطوه دي، عشان كده سبتها لي الاخر. شفت التكنيك بتاع الشغل، شفت خطوات العمل، حتى انت بكسب وقت، مش هقف في المطبخ طول النهار. بتعمل ايه يا قلبي يا حبيبي؟ بعمل كرامبل زي الشيف المغازي اللي عمله. انت مش بتحب الشيف المغازي؟ انت مش بتتابع الشيف المغازي؟ بعمل لك اللي هو انت بتحبه. لا، اقف في المطبخ نص ساعه، ساعه زمن زي الشيف ما بيقف، تقدر تعمل كل الشغل ده. تفاحه حطيها على النار بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها، هتاخدي الزبده والدقيق والحليب وتشتغلي كده. في الوقت ده النار شغاله على التفاح. دخلت المطبخ نص ساعه، عملت حاجه، وصلنا للمرحلة دي تمام زي الفل. هنجيب صينية تانية أو كسرولة تانية سريعا. حلو أوي، صينية تانية بسرعة معانا. اللهم صل على النبي، ولتكن زي دي كده. دي للتقديم. معايا زي الفل. يفضل إن هي تكون نضيفة طبعا من الأطراف، عشان دي انا اقدم فيها الحلو بتاعنا، والحلو ده يتميز بان هو يقعد عندنا يومين ثلاثه في الثلاجه، نستخدمه وقت ما احنا حابين. في تركيه بعملها كده، انا معايا شربات، ويجعل ايامنا كلها شربات يا عم اشرف. ده الشربات، ده صوص الكراميل اللي بيتعمل منه اكله مشهوره في المطبخ الشامي اسمها عيش السرايا. لما تيجي تعملي عيش، شفتوا حاجه موضوع بياخدنا الموضوع ازاي؟ بتتفرع الامور مع بعضيها. دي الخبره الطهويه. الشربات ده لو عندك تقدري تعمليه عيش السرايا، بس انا عايز استفيد بيه مع الكرامبل بتاعي. بما ان التفاح شربه وبقى التفاح طري دلوقتي، هعمل ايه يا عم الشيف؟ هعمل تركايه كده لطيفه وحلوه. شوف الشقاوه، هناخد معلقتين من دول كده. ركزي بقى معايا في المهم ده، خلي بالك، ونحط عليهم شويه حليب صغيرين ونقلبهم بالراحه كده. شوف الشقاوة، شفت شقاوة المطبخ، وننزل بومنا كده. خدتنا في سكة تانية، هو ده، ده المطبخ. في قوام هنا. في بهريز، في صلصة، في طعم. في شكل كريمي بتاع الكراميل، اتحول. ناخد الخليط ده كده على النار، ياخد غلوة على النار. ونشيله بالراحة كده، نحطه فين؟ مع الكرملة بتاعت الدقيق. الله، شوف الحلاوة دي كده، بص على الحلاوة، بص على الشقاوة. شوف التفاح اتغلف ازاي؟ لغاية دلوقتي كده ممكن احنا ناكل التفاح كده زي ما هو. ده يتحط في التلاجة وناكله زي ما هو كده، لطيف وجميل على فكرة. دي مدرسة لوحدها، ده نوع من أنواع الحلويات. التفاح المكرمل. هناخده كده زي ما هو. ونرصه هنا كده. الله. حطه هنا كده بالراحة. بالشكل ده كده. تقدر تعملي الخوخ بنفس الطريقة. الله. بجد يا شيف انا بحب الخوخ. انا كمان بحب الخوخ بنفس الطريقه. وناخد الصوص بتاعنا ده كده، ينزل عليك كده. الله 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 على الحلاوه يا عم الشيف، الله على الحلاوه يا عم الشيف. لسه ما خلصتش. عينيا، هناخد ده كده زي ما هو ونسقطه كده. الله عليك، الله عليك يا ولدي. درجة حرارة الفرن عندي 180، خلي بالك أطراف البايركس بتاعتك تكون نضيفة، عشان الحلو ده هيتقدم بنفس الشكل ده كده. وانزلي بيهم بشوية كده. الله، حلوة أوي، زي ما هي كده هندخلها الفرن. حاجة كده دوري عليها في الكتاب مش هتلاقيها. والحلو بتاعنا نحطه هنا، ما يتحطش في أرضية الفرن ده، لأن إحنا عايزينه يتكرمل. يبقى ده مكانه في الفرن، نبص عليه. خلي بالك اوضاع الفرن مع الطواجن مع الصواني مهم جدا في تسويه الاكل
والتكنيك بتاع الاكل، تتحط فوق، تتحط تحت، تتحط في النص، على ارتفاع 5 سنتي. دي كلها تفاصيل صغيره للشيف المغازي بيتكلم عليها، بتلعب دور البطوله في الاكله تطلع زي ما انت عايزه. حلو الكلام، وخاصه مع الطواجن والافران. عايز يبص علي في الفرن. انا عجبني شكل الكفته قوي على فكره، منسجم معاها قوي. يعني الواحد ياخد الوحدايه كده من دول، فيها كل حاجه، فيها الطعم وفيها كل حاجه. عايز تبص على التفاح، بص على التفاح، بص على الحلاوه والشقاوه، بص على الخبره الطهويه في الكسرولة بتاعتنا في الفرن. الكرمله، يعني ايه كرمله؟ جايه من الكرامبل. ويعني ايه كرامبل؟ يعني لما بنحط السكر على النار بيتكرمل. ايه الصوره الحلوه دي كده؟ ايه الجمال ده؟ شايفين التفاح وتفاصيله؟ نقفل الفرن بتاعنا زي الفل. هناخد مع بعض نطلع الكرامبل بتاعي. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. لا انا عايزك تدلع الحلو ده، مخرجنا الجميل الله يسعد ايامك. لان يعني الحلو ده فيه خبره طهويه وخبره السنين، درجات احمرار السكر مع الليمون مع الزبده مع الفانيليا، خدنا في مكان تاني. البسبسه بتاعه الدقيق مع الزبده والحليب، خدنا في مكان تاني. في الاخر جمعناهم كلهم مع بعض على المحبه في كاسرولة ودخلناهم الفرن. حاجه لطيفه وجميله تعجب كل اولادنا وكل الاذواق، الصغير والكبير. الكفته بتاعتي متقدمه بشكل لطيف وجميل، البطاطس اللي عجباني بالمعلقه كده، واكل الطبق ده كده هيلسي بنسبه كام؟ 80 70. المهم درجه التنسيق بتاعنا، او تنسيق مرحله اولى.